كان لديه محاولات أخرى. بعضهم قال لو بدنا نشوف قردة هاكسلي هذه العشوائية تكتب إيه مثلاً، موبي ديك لهرمان ميلفيل، الرواية الرائعة جداً جداً هذه، من أطول الروايات، إيش الاحتمال؟ أو رواية أخرى، أو بعضهم قال إيه تكتب الكي جي بي، كينج جيمس بايبل، الكتاب المقدس نسخة الملك جيمس، كي جي بي مش تبعت الروس هذه مكتوبة كي جي بي، اللي هي كينج جيمس بايبل، حنشوف إيه الكي جي بي هذا، نسخة الملك جيمس الكتاب المقدس تتكون من من كم حرف؟ كي جي بي بتكون يا إخواني من 4 ملايين حرف 855,063. خلينا نقول إيه 4 ملايين حرف، 4 ملايين إيه واحد. طيب حنشوف. فنفس الشيء قال لك مش حنقول إيه 30، إحنا حنأخذ 26 حرف من غير سبيس، سهلوها يعني، من غير حتى الرموز الأربعة، قال 26. إيش حنعمل؟ حنقول بتساوي 26 مرفوعة للأس 4,855,063. اضرب عاد، هاي الاحتمال، هو هيك هذا علم الاحتمال، يضرب بيطلع عندك يا إخواني رقم مذهل ومخيف، طبعا مش حافظه لأنه مخيف، 3.8 ضرب 10 مرفوعة للأس 5,0,3,2,3,2,3. شوف الأس هذا، مش 100 جوجل ولا كذا، هذا هو يعني واحد في الأخير، الاحتمال حتكون إيش؟ واحد على الناتج، مستحيل طريقة عشوائية، ما احنا قاعد شوفنا شيء أسهل من هذا اللي هي سوناتا لشكسبير 488 حرف، 1/10 أس 690، هذا أخوف بكثير، الأرعب مرعب، هذا بيطلع 1/3.8 مضروبة في 10 مرفوعة للأس 5,0,3,2,3,2,3، شيء مرعب، مش خلق إنسان بالصدفة يا تطوريون، لا خلق هذا النص فقط، ومين أعقد؟ الإنجيل ولا إيه؟ الإنسان، الإنسان بمرات ومرات، شايف؟ قالوا خلينا نسهل على الملاحدة، حرام يعني، نأخذ بخاطره بشوية، بلاش نكتب إحنا إيه البايبل كله، نكتب أول عبارة فيه In the beginning God created، في البداية خلق الله، مش هنكمل، بس هذول بيطلع تقريباً إيه؟ 24 حرف In the beginning God created، 4 فراغات، 24 حرف 4 فراغات كم بطلع؟ 28. نفس الشيء نقول 26 حرف نحط 30 مرفوعة للأس كم؟ 28 بطلع عنا إيه يا إخواني؟ هم دخلوا هنا دخلوا فراغ واحد يعني 26 وسبيس ما حطش الرموز فبصير 27، قالوا خلينا نخليها 27 مش 30، مرفوعة إيه للأس 28 اللي هي الأحرف 24 مع الفراغات الأربعة، بيطلع لنا 1.2 ضرب 10 أس 40. طبعا الرقم هذا متواضع لكنه عملاق جدا جدا، ترجموه بطريقة أي أدبية مفهومة، قال لك هذا الاحتمال يعني واحد على الاحتمال، واحد على 1.2 ضرب 10 أس 40 يساوي احتمال ضئيل جدا جدا، يساوي احتمال أن تعثر من أول ضربة على ذرة أتوم، ذرة الأتوم يعني من أول ضربة في تريليون طن حديد، عندك تريليون طن مش مليار طن، تريليون يعني 10^12 طن من حديد، تخيل يعني مليون مليون، هيو 10^12 66 مليون مليون طن، ومش بتاخذ كيلو جرام ولا جرام، ذرة مطلوب مني ذرة، أنا مش أي ذرة، ذرة محددة، أجي أنا بضرب واحدة إلا ما أخذ الذرة هذه، إيش هذا ممكن؟ هذا هو معنى إيش؟ واحد على 1.2 ضرب 10 أس 40، ورقم صعلوك هذا، فكيف 10 أس 690؟ كيف 10 أس 5,0,3,2,3,2,3؟ إيش هذا؟ شيء مش معقول، شيء محير مذهل، العلم يتحدث يا إخواني هنا، العلم، الرياضيات، المحوسبة أو الحوسبة، مش الأوهام والشعر والخطابات والوعظيات، علم، على الإلحاد هنا إيه؟ أن يحترم نفسه وأن يلزم حدوده حقيقة، ما يتكلم باسم العلم وكذا وهو إيه؟ لا يحترم مقررات العلم،